احتردت الحكومة الأردنية خلال العام الماضي 2,723,000,000 دينار، وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية العام الماضي إلى أكثر من 38 مليارا مقارنة مع 35,766,000,000 دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام 2021. كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وصل حتى نهاية العام الماضي إلى 111%. وأوضحت البيانات أن مجموع الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وصل حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 8 مليارات دينار. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2021، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، وحقق قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد السمك أعلى معدل نمو بلغت نسبته ما يقارب 5%، وتلا ذلك قطاع الإنشاءات بنسبة تجاوزت 3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة بلغت أقل من 3%. قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع إنشاء لوحة تحليل البيانات للقطاع السياحي. وبيّن القيسي أن لوحة تحليل البيانات تشتمل على المؤشرات الرئيسة للقطاع السياحي كزوار الدوليين وأنفاقهم ومؤسسات الإيواء السياحي والمواقع السياحية وتفاصيل عن العمالة في القطاع السياحي والسياحة الداخلية أردننا جنة. وقال إن لوحة البيانات ستسهل الاطلاع على أرقام القطاع السياحي بطريقة عملية وربط هذه الأرقام والنتائج مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. تم اليوم إنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالقطاع السياحي وصناعة السياحة بشكل عام في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي للتنمية ومنظمة السياحة العالمية. قام بهذا العمل فريق متخصص من وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين. أيضا قام هؤلاء الشباب بتحليل البيانات
التي تحصلوا عليها، سيتم وضع هذه البيانات المتعلقة بمراكز الإيواء، الغرف الفندقية، عدد الفنادق بغض النظر عن تصنيف الفنادق، عدد المطاعم بالمملكة، المواقع الأثرية الرئيسية في المملكة، إضافة إلى عدد الزوار وطريقة إنفاق الزائر. أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهام المنوطة بها للشهر الحالي الواردة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. التفاصيل في التقرير التالي. مستوى الخدمات البنية التحتية. البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي يعد التزاما من الحكومة بتنفيذ مخرجات الرؤية الاقتصادية حدد أولويات عمل للقطاعات كافة ضمن أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تعتمد على معايير لتحديد أولويات التنفيذ أبرزها الجاهزية وتوفير التمويل. ويتضمن البرنامج 183 مبادرة سيتم تنفيذها من خلال 418 أولوية بكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دينار حتى نهاية 2025، منها 670 مليون دينار خلال العام الحالي. الرصد الذي أجرته المملكة على القطاعات المستهدفة خلال الشهر الحالي ومتابعة مدى إنجاز المهام المحددة لكل منها أظهر أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قد أتمت إنجاز البنود المخصصة لها ضمن المدد الزمنية المحددة. البند الأول المتعلق بشأن أفضل الممارسات الدولية بشأن الرياضات والألعاب الإلكترونية، أتمت الوزارة العمل على إعداد دراسة شاملة لقطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن مع دراسة أفضل الممارسات لست دول عربية وعالمية في تنفيذ وإدارة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. البند الثاني دراسة وتحديد الأماكن التي سيتم اختيارها لإنشاء مراكز متخصصة للرياديين في إقليم الوسط، فقد تم التعاقد مع شركة متخصصة للمساعدة في عملية اختيار موقع المراكز المتخصصة للرياديين في إقليم الوسط، والعمل جار على اختيار الموقع المناسب للمراكز الريادية في عمان. أما التحول إلى الخدمات الرقمية فقد انتهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من رقمنة 100 خدمة حكومية لدائرة العطاءات الحكومية ووزارة الشباب ووزارة الاستثمار ودائرة الأراضي والمساحة، كما انتهت من توثيق 2400 خدمة مقدمة من 52 مؤسسة على سجل الخدمات، وتم تدريب المؤسسات على السجل، والعمل جار على نشر سجل الخدمات والبيانات المرتبطة بها على المنصات الحكومية الإلكترونية. أما بشأن استقطاب مركز بيانات واحد في الأردن، فكشفت الوزارة عن توقيع دماك المجموعة الرائدة في الأعمال اتفاقية طويلة الأمد مع مجمع الملك الحسين للأعمال لتطوير مركز بيانات جديد في العاصمة عمان. ينضم إلينا المحلل الاقتصادي السيد زيان زوانا. سيد زيان أهلا وسهلا بك. إذن سيد زيان نجمل الحديث اليوم عن الوضع الاقتصادي، التقييمات أمام هذه الجهود المبذولة، نتحدث بداية بالمجمل عن موضوع الدين العام. اليوم اقترضت الحكومة الأردنية خلال العام الماضي ما يعادل 2.723 مليار دينار، هذا ما نتحدث عنه في العام الماضي، مقابل ذلك نتحدث عن جهود مستمرة. فإذا ما أردنا التوازن في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك ما يحدث فعليا في موضوع القطاع الاقتصادي، كيف هي الصورة من زاويتك؟ أنا بعتقد أن الدين العام هو أكبر تحدي يواجه الأردن وليست الحكومة الحالية، لأن تراكم الدين العام الذي وصل كما أعلنته الحكومة اليوم وزارة المالية يعني أننا أمام 39 مليار دينار. إذا أضيف إلى 39 مليار دينار أيضا 2 مليار دينار غير معلن عنهم واللي بيتمثلوا بالتزامات الحكومة نحو المستشفيات والمقاولين ووزارة الصحة والمصفى وغيرهم، وهذا الرقم كما بيّنته اللجنة المالية في مجلس الأعيان، فنحن أمام رقم 41 مليار دينار دين عام. 41 مليار دين عام هذا تقريبا يساوي 55 مليار دولار. نعم. هذا الرقم كبير جدا، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار ارتفاع أسعار الفوائد مما يزيد من هذا العبء. وبالتالي أقول أن ملف الدين العام هو أكثر الملفات تحدي وخطورة يواجه الأردن،
ولم نلمس طوال السنوات القليلة الماضية أي توجه من الحكومة لمعالجة هذا الملف. الكلام يجري عن تخفيض الدين العام، لكن الفعل يتم بزيادة الدين العام. نعم. فقط. أين يجب أن تتركز هذه الجهود سيد زيان إذا ما تحدثنا عن الدين العام؟ إذا كانت هذه الخطط وكذلك رؤية التحديث الاقتصادي تعمل ما عليها فيما يتعلق بتحديد الأهداف والمعايير والخطط التنفيذية كذلك؟ يجب أن تتوجه الحكومة وجهودها نحو تخفيض الدين العام سواء بالرقم المطلق أو بالنسبة، لأن الحكومة تسعد كثيرا عندما تقول أنها خفضت النسبة، لكن هذا تخفيض، دعيني أقول تخفيض وهمي. وبالتالي الدين العام يرتبط بالإنفاق العام وما يؤدي إليه من عجز الميزانية ومن العجز العام، وبالتالي يجب على الحكومة أن تخفض من إنفاقها، تخفض من حجمها، تخفض من عدد المؤسسات الحكومية المستقلة التي أصبحت عبء كبير عليها. وبالتالي عندما نخفف ونخفض هذا الإنفاق العام غير المجدي، وبنفس الوقت ننظر إلى جهود أخرى برفع كفاءة الإنفاق العام ورفع كفاءته بزيادة العوائد التي يعود بها على الخزينة العامة، هذه التوجهات توجهات أساسية في عملية معالجة الدين العام. بغير ذلك، بدون تخفيض عدد حجم الحكومة، بدون تخفيض حجم المؤسسات المستقلة التي تنفق عليها الخزينة العامة، فسيبقى التحدي قائما ويتزايد يوما بعد يوم، وتتزايد كلفته كما نعلم مع ارتفاع أسعار الفوائد، وبالتالي تزداد خطورة هذا الملف. تفضل. إذن هذا فيما يتعلق بالدين العام. إذا ما نظرنا إلى هذه الخطط على الأقل فيما يتعلق بتحديد الأولويات لكل قطاع، فما هو الأثر على المدى البعيد أو المدى القصير إن أمكن؟ الأثر على المدى البعيد كما قلت بمنتهى الخطورة هذا الملف، ولا أريد أن أربط أوضاع الخطورة لملفات الدين العام ببلدان أخرى كثيرة نرى تجاربها أمامنا وحولنا، لكنني أقول ما زال الأردن قادر على أن يعالج هذا الملف بالفعل، وقادر على أن يعالج ملف العجز وملف الإنفاق العام إذا كان هناك قرار من الحكومة بالتوجه لذلك. هذا من ناحية خطورته على المدى البعيد. أما خطورته على المدى القصير فتتمثل باستمرار عجز الميزانية وارتفاع الكلف، لأن الكلف كما نعلم خلال السنة الماضية من 22 من آذار العام 22 وحتى الآن ارتفعت الفوائد بشكل ملموس، وارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام، وآخر مبلغ اقترضه الأردن من الأسواق العالمية كان بمعدل فائدة 8.25. 8.25 هذا سعر فائدة عالي جدا ويشكل خطورة بالمدى القصير، لأنه يستلزم تخصيص من الميزانية مبالغ لسداد التزامات خدمة الدين العام. نعم. وبالتالي نحن أمام مخاطر هذا الملف سواء على المدى القصير أو المدى البعيد. نعم. شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي السيد زيان زوانة.